والآن مشاهدينا ينضم معنا مراسلة دجلة لرصد إجراءات التفويج العكسي لزيارة أربعينيات الإمام الحسين عليه السلام من باب العمار الطائي ومن كربلاء حسن هادي. مرحبا بكما. في البداية أبدأ معك حسن من كربلاء. طبعا اليوم هو يوم الوداع لزيارة أربعينيات الإمام الحسين عليه السلام، ما الإجراءات من حولك؟ ضعنا في آخر تطورات زيارة الأربعين. اهلا ومرحبا زميلتي، نعزيك ونعز الامه الاسلاميه بذكرى اربعينيه الامام الحسين عليه السلام. عمليه التفويج العكسي بدات من الناحيه الرسميه، الزياره انتهت، لكن هناك دخول لكثير من الزائرين وخصوصا اهالي محافظه كربلاء الذين خدموا طوال الفتره الماضيه، وبعض الزوار من الدول الاجنبيه وتحديدا من شرق اسيا وصلوا الى محافظه كربلاء وبداوا بعمليه الزياره حاليا. الصفحة الثانية من الخطة الأمنية بدأت، وهي تأمين التفويج العكسي ووصول الزائرين إلى محافظاتهم بكل يسر وأمان، وكذلك حتى الزائرين من خارج العراق. هناك اليوم عمليات كربلاء وقيادة شرطة المحافظة انتشرت قواتها على محافظة كربلاء لتأمين خطوط النقل وكذلك وصول الزائرين إلى المحافظات المجاورة بكل يسر وأمان. الخطة الأمنية شارك بها رجال الجيش والشرطة والحج الشعبي والقوات الضيفية. السيد رئيس الوزراء اليوم أعلن من محافظة كربلاء نجاح الخطة الأمنية وحيا قواتنا الأمنية والشهيد الذي سقط من جراء الواجب، وكذلك كشف عن مشاريع استراتيجية مهمة، أكثر من 36 مشروع استراتيجي وحيوي كشف عنها رئيس الوزراء سوف تنفذ بعد الزيارة الأربعينية. أكثر من 21 مليون زائر وصلوا محافظة كربلاء، من بينهم 3 مليون أو أكثر من 3 مليون زائر من خارج العراق. عملية الدخول مستمرة لحد هذه اللحظة، عملية الخروج تجري بانسيابية عالية نتيجة توفر العجلات من قبل الوزارات الساندة، من وزارة الساندة لوزارة النقل. اليوم وزارة النقل هيئت أكثر من 450 حافلة من الجهة الشرقية، وكذلك الحج الشعبي هيئ جميع إمكانياته على المستوى الأمني والتنظيمي وعملية نقل الزائرين، جهود متضافرة لعملية التفويج العكسي. حاليا الجراجات موجودة فيها كافة محافظات العراق من العجلات التي تسير الرحلات لهذه المحافظات وتقوم بنقل الزائرين. هناك وزارات ساندة لعملية التفويج العكسي، منها وزارة التجارة، وزارة الدفاع. وزارة التجارة بأسطولها 600 شاحنة في محافظة كربلاء تقوم بتوفيج الزائرين إلى محافظاتهم. كذلك الدور لجميع الدوائر الخدمية العاملة والوزارات في عملية التوفيج العكسي. مثل ما تعرفين زميلتي، هناك كانت طوال السنوات الماضية مشكلة التوفيج العكسي، لذلك استعدت الحكومة المركزية والمحلية لمواجهة هذه المشكلة الأزلية، لكن اليوم تجري عملية التوفيج بانسيابية عالية دون أي معوقات أو نعم مشاكل حسن. وهناك تعاون كبير بين الحكومة المحلية وكذلك الحكومات المحلية للمحافظات المجاورة التي ساندت محافظة كربلاء طوال الزيارة المليونية. نعم حسن، نود منك أن تبقى معنا لننتقل إلى بابل حيث الزميل عمار الطائي. عمار مرحبا بك من جديد، أرصد لنا الأجواء على طريق الزيارة، ما هي الاستعدادات والإجراءات للتفويج العكسي أيضا؟ تفضل. نعم، منذ يومين وعملية التفويج العكسي من كربلاء إلى بابل بدأت يعني فعليا، وبالتالي يعني أنا أقف بالقرب من مجسم الثورة، هذا المكان الذي يكتظ بالزائرين العائدين من كربلاء. وبعد عملية التفويج العكسي لا تزال المواكب الخدمية تقدم الخدمة للعائدين يعني الزائرين العائدين من كربلاء، وهذه هي يعني المواكب لا تزال منتشرة على جانبي الطريق، خصوصا عودة الزائرين لتقديم الخدمات لجميع الزائرين. يعني اليوم يعني دوائر محافظة بابل جميعها تستنفر جميع الآليات من أجل توفير الآليات لنقل الزائرين من سيطرة أم الهوى، هذه السيطرة التي يصل إليها يعني العائد من كربلاء إلى سيطرة أم الهوى، من ثم من هذه السيطرة إلى مجسر الثورة، ومن ثم الانطلاق إلى المحافظات الجنوبية والشمالية وحتى
يعني حتى العاصمة بغداد. هناك يعني القوات الأمنية لا تزال منتشرة لتأمين يعني عودة الزائرين، وكذلك الدوائر الخدمية وبالأخص إدارة بلدية الحلة وجميع البلديات تقوم بخدمة كبيرة وبتفاني عالي لرفع النفايات من الطرق يعني ما بين كربلاء وكذلك بابل. لا تزال الخدمة مقدمة ولا تزال أعداد الوافدين كبيرة تعود من كربلاء وبالتحديد من سيطرة أم الهوى صوب محافظة بابل. هناك يعني أعداد كبيرة من الزائرين يعني وحتى الأجانب الذين يدخلون بابل ومن ثم التوجه نحو المناطق الحدودية. يعني هذه هي الصورة واضحة أمامكم، هؤلاء هم القوات الأمنية وكذلك يعني الكوادر التي تقوم برفع النفايات من الشوارع، وهذه هي المواكب لا تزال تقدم الخدمة. يعني قلتها سابقا وسأعيد قولها مرة أخرى، يعني بابل تتصدر يعني المحافظات بالكرم رغم الإمكانيات الكبيرة التي قدمت من جميع المحافظات، لكن بابل هي البوابة الكبرى لكربلاء، يعني حيث يعني يدخل أكثر من 75% من الزائرين الداخلين إلى يعني كربلاء هي عبر بوابة بابل، وبالتالي عملية التفويج العكسي تمر بإنسيابية وسهولة ويسر كما وصفت بأنها بالخطة المرنة، وبالتالي هناك إنسيابية كبيرة في نقل الزائرين من كربلاء صوب بابل. نعم ابقى معنا عمار، ينضم معنا الآن ينضم معنا من النجف الأشرف الزميل كرار العساف. أيضا كرار، حدثنا يعني ما لديك في النجف، وهل بدأت قوافل التفويج العكسي بالوصول؟ تحية طيبة زميلتي. بالنسبة لمحافظة النجف وخلال هذا اليوم ومنذ أيام يعني بدأت بعمليات التفويج العكسي، لكن اليوم اختلف كثيرا عن الأيام السابقة كون عدد المركبات المارة يعني باتجاه المحافظات الجنوبية مرورا بمحافظة النجف فهو كبير جدا، مما تسبب بزخم سير على طريق الرابطة بين محافظتي النجف وكربلاء المقدسة. بالنسبة لهذه المحافظة فهي تحتضن كما عادتها آلاف بل مئات الآلاف من المركبات القادمة من كربلاء نحو المحافظات الجنوبية، إضافة إلى الحدود البرية العراقية الإيرانية، فهي يعني تعتبر الممر الرئيسي من محافظة كربلاء نحو المحافظات الجنوبية، هذا المدخل الشمالي. بالنسبة أيضا لأهالي النجف فهم أقاموا يعني المواكب لتقديم الخدمات للزائرين من المأكل والمشرب، للزائرين العائدين من كربلاء المقدسة نحو منازلهم، وأيضا يطالب أهالي محافظة النجف بالكثير من المطالبات نتيجة لانتهاء هذه الزيارة، منها يعني درجات القدم لمراتب ورتب وزارة الداخلية لما بذلوه من جهود عظيمة لإنجاح هذه الزيارة أمنيا، إضافة إلى يعني بالنسبة للمكافآت لموظفي الخدمات الذين على ملاك بلديات المحافظة، فضلا عن الجهود الخدمية التي قدمت من أصحاب المواكب الحسينية، والتي هي لا تعتبر واحدة من المواقف المشرفة لأبناء محافظة النجف اتجاه يعني الإمام الحسين وأيضا الزائرين الوافدين من مختلف البلدان العالمية، إضافة إلى المحافظات العراقية. بالنسبة لمطار النجف أيضا فهو لم يبدأ بالتفويج العكسي، بل ستبدأ عملية التفويج العكسي يوم غد بعد انتهاء الزيارة الأربعينية. واضح كرار العساف من النجف، وعمار الطائي من بابل، وحسن هادي من كربلاء، كنتم معنا شبكة مراسلي دجلة، شكرا لكم.